ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. انت كان احنا مشاكلين في شنو؟ ما مشاكلين مع ناس الخنجر في الواطف الطين سرقوا مننا طين، ولا في شيكات، ولا في حلاوة مولد. نحن مشاكلين مع النازل في إنه الله واحد، ده قال الله كتار، نحن قلنا واحد. ده الموضوع، دي المشكلة هنا، العوة في الحتة دي. نحن قلنا الله واحد بينزل المطر براو. الخنجر قال هنا امبارح قال أنا بملك 70 دليل على إنه غير الله ممكن ينزل المطر. يعني راكب راس ولا ما راكب راس؟ راكب راس. زول بيقول لك انا مثبت ماسك الكون وبنزل المطر، ما قادر توقف شباب، ما قادر تعمل حاجه، لانه كل الاشياء يا اخواننا شنو؟ بيد الله عز وجل. كويس معاك؟ وذلك يا اخواننا بيحملوا عقائد شركيه خطيره للغايه. زول زي ده باقي لنا دكتور وقال استاذ التفسير، قال تفسير القران بكليه الطب، قال جامعه ام درمان الاسلاميه. سمعت أم درمان الإسلامية ألف سلام وتحية. إذا كان الخنجر ده أستاذ التفسير، ده تفسير؟ زول ما عارف إنه الله واحد، دي ما عارفها، ومصر جاوا امبارح هنا في الدنب وقال هاي، وقال عندي أكثر 70 دليل. أيوه قال 70 دليل، هو ده مسجل عندي بالفيديو، 70 دليل على إنه غير الله بينزل المطر. زول بيقول لك أنا متحكم في الكون، ماسك الكون ومدبر الكون، ما قادر يوقف له شباب، ما قادر يوقفه. كويس معك؟ زول ماسك الكون والله جد، قال حسن بكم في الكون شنو؟ متحكم. كذاب. انت ترى متحكم في الكون بتفتح بلاغات؟ تفتح بلاغات في اخواننا؟ لازم تتكلم بالقران وبالسنه، لازم تتكلم بخشوم بس. كويس معك؟ ما عندهم حاجه الا الكلام باللسان فقط. ايات واحاديث، ايات من كتاب الله عز وجل، واحاديث من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. والغريب انه الود جايبه ده، الود الاحمراني جايبه ده ومنطط بالعمه وفرحان وينطط وداري شاكل وداري ضارب، عرفت كلامي؟ وجايبه والله الله يسألك، الله بيسألك من الكلام ده. احنا ما بنتضرر، انت بتغيص منه يعني؟ نحن جايين ندافع عن دين الله وبنركب نرجع. الصمام متضررين بحاجه، طالما عملنا اللي علينا، انكرنا المنكر. والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين من المبتدعة والمشركين ومن نهج نهجهم إلى يوم الدين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. و أيوة، ونحن ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى جابنا يعني سلطنا على هؤلاء الطواغيت المشركين أمثال الخنجر والإزاري وحامد بابكر، ده كلهم مشركين طبعا، ما عندهم أي علاقة بالإسلام. و أنت أي زول من الطواغيت اللي جبته في البلد دي، ربنا سبحانه وتعالى بيسألك من الكلام ده يوم القيامة. أي كلمة شرك نشرت في هذه البلاد ربنا بيسألك منها، ونحن ربنا جابنا عشان نكشف حالك. وانت قاعد تسمع الكلام ده كويس، انا سامع الكلام ده كويس، انت انا شايفك بتاع خنجوري كويس. مشيت السماء الله بنزلك لنا بمطر من فوق، مشيت جوا المويه بنمشي لك، مشيت اي السعوديه ما بتقدر تمشي لان من المطار بيشيلوا رقبتك برا. كويس، والحمد لله جينا البلد دي بلغنا بلغ التوحيد. والخنجر بتاعك وينه؟ ديكتور، ديكتور الخنجر رئيس المجلس الوهمي الاعلى للمشركين ولدعاة شنو؟ الشرك بالله عز وجل، اللي هو بتاع شنو؟ بتاع الصوفيه. ده في ولا زارك؟ زارك قال بنزل مطر، قال شيوخه تديهم قروش، يعني ما بنزلها مجان. ها؟ الخنجر قال بنزل مطر، قال كويس؟ بالقروش اقاولنا تقال بنزل مطره كويس.
في البلد دي في ناس بيموتوا عطش ساكت، ما قاعد تنزل لهم ليه؟ عرفت كيف؟ والنبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بأمثال هؤلاء، قال قبل الساعة سنوات خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. قال وينطق شنو؟ وينطق الرويبضة. الصحابة سألوا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه زي منو؟ مثل الزارق الهارب ومثل منو؟ خنجوري. عرفت كيف؟ شيخ خنجوري كويس، ما عنده حاجة، زول دجال ساكت، زول بتاع حجبات يبيع الحجبات، زول دجال، زول فاشل، زول عاطل ما يستطيع أن يدافع عن دين الشرك اللي هو حامله، إلا تدسى كده بس تقعد تتلبط، لكن زي الرجال ما بتمرق. ورسل الكلام زي الخنجر بتاعك، قول له جماعة جو هنا أنت مشيت وين؟ قول له جماعة جو هنا أنت مشيت وين؟ كويس معاك؟ بقى شغال زي الحرامي، يجي غرية يفك شبهات يزوق، كويس معاك؟ لكن محل ما تمش نباريك، أي حتة تمش نباريك فيها والله ما نخليك لما نموت في الوطن، لما نندفي والله ما نخليك، أسوأ من خليك، كويس معاك؟ والبلد دي الحمد لله ماشي، الدعوة دي ماشي، شغل ده ماشي، كويس معاك؟ الدعوة للتوحيد ماشي. أسي الصوفية بقى كوركو، قالوا البلد دي بقت وهابية، أنت شفت حاجة؟ دار وهابية الأصليين زادوا جوك هنا، شد حيلك بس، أنت قالوا دارك صار سنة؟ لا دار ما وهابية، الوهابية نحن دير زاد، جيناك الليلة هنا، عرفت كيف؟ طيب فدوق مسكال لزولك، قول لك جماعة قاعدين، أنت وين؟ ما قال بيجي ها زولك وينه؟ وين الدكتور بتاعك يا كذاب؟ زول ما بتخجل دينك ما قادر تدافع عنه؟ الدين بتعتقد انه بوديك لله ما قادر تدافع عنه؟ دين كله باطل. زول يا اخواننا يخلي الله الخلقه، الله الخلقه يخليه كويس، الله الخلقه يخليه، يجي من اخر الوطاء. الناس احنا مشكلتنا معهم شنو؟ المناظرات والحلقات. قلنا للناس ديل الله براو، الجماعة ديل يكوسوا في الشبهات ويكوسوا في الشبهات عشان يثبتوا للمسلمين انك ممكن تنادي غير الله سبحانه وتعالى، ده الموضوع كله، ده الموضوع. الناس ديل قلنا لهم الله براو ما بكفيكم؟ قالوا لا، سيدهم البرعي المات بحصوة، كويس معك؟ زول جاته حصحاصة في كلوته، ده ابوك البرعي، تقول لي شيخك بنزل مطر؟ مطر شنو يا اخي؟ انت شيخك ودى المانيا ما نفع، ودى الاردن، جا برضه مرضان مات في ساهرون هنا، جاته حصوه في كلوته، بقى ينده للنسوان، قال هو يا ابو التايه، بقى ينده، قال هو يا ابو التايه ويا حامد بعصايا، كويس معك؟ ابو التايه ما نفعوا، حامد بعصايا ما نفعوا، في النهايه حصحاصه بس انتهت منه، لانه كان زول معاند، زول معاند محارب الله عز وجل ليل نهار. يا البرع نادي الله براو، قال لا، بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم، حيين ميتين بناديهم، وده شرك، شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. عرفت كيف؟ ربنا قال في القرآن إن تدعوهم للبرع ولا أتباع البرع، تصور ما تصور القرآن ده الليلة شفته بيعمل لك وجع مصارين، ده لا بتقدر تنوم، دي صواريخ من القرآن ومن السنة، صور كويس. ربنا قال للخنجر وللبرع وأتباعه، ربنا قال ومن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، شيوخك ديل ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. زول بيقول لك أنا متحكم في الكون، ماسك الكون ومدبر الكون، ما قادر يوقف له شباب، ما قادر يوقفه، كويس معك؟ زول ماسك الكون والله قد قال حسن بكم في الكون شنو؟ متحكم. كذاب، انت لو متحكم في الكون بتفتح بلاغات؟ تفتح بلاغات في اخواننا؟ لازم يتكلموا بالقران وبالسنه، لازم يتكلموا بخشبهم بس، كويس معك؟ ما عندهم حاجه الا الكلام باللسان فقط. ايات واحاديث، ايات من كتاب الله عز وجل واحاديث من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كويس؟ زول بيقول لك انا مثبت ماسك الكون وبنزل المطره، ما قادر توقف شباب، ما قادر تعمل حاجه، لانه كل الاشياء يا اخواننا شنو؟ بيد الله عز وجل، كويس معك؟ وذلك يا اخواننا بيحملوا عقائد شركيه خطيره للغايه. زول بيعتقد انه شيخه بيعلم الغيب، مع الله، وعلم الغيب صفه خاصه بالله سبحانه وتعالى. البرعي سيد الجماعه ديل كلهم
علمنا الشرك بالله عز وجل قال قوماك نزاور للأولياء الأغطاب لهم نشاور. ما في أغطاب، ما في حاجة اسمها أغطاب، كويس معك؟ قال للأولياء الأغطاب لهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر، قال منهم عليم بالغيب شنو باطن وظاهر. ده البرع بيعتقد انه شيوخ شنو بيعلموا الغيب. ربنا قال في القرآن قل لا يعلم من في السماوات، اسمع يا صوفي يا ود الخنجر اسمع القرآن ده، قل لا يعلم من في السماوات والأرض شنو الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. دي شركيات دارين معك مناظرة في الموضوع ده. هل في الإسلام في حاجة اسمها صوفية؟ أتحداك في صحابي كان صوفي؟ في تابعي كان صوفي؟ ما في صحابي كان صوفي إطلاقا. التصوف شنو؟ هل التصوف هو الأخلاق زي ما بيقولوا جماعة ديل؟ هل التصوف هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل التصوف هو ذكر الله؟ التصوف لا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ديل بيحبوا شيوخهم وديل شردوا كما شرد شيخهم البارح، عرفت كيف؟ ولا الدبر، عرفت كيف؟ ولاد الدبر وإحنا قاعدين وجاي لك قدام هناك ان شاء الله تبارك وتعالى محل ما تمشينا مبارك، كويس معك؟ هل التصوف معناه الاخلاق؟ ما عندك اي اخلاق ولا عندك اي متابعه ولا عندك علاقه بشنو؟ بدين الاسلام، بمنهجك المنهج الصوفي ليس له علاقه بالكتاب والسنه اطلاقا. ليس هناك علاقه لا من قريب لا من بعيد بين الصوفيه وبين الاسلام. التصوف تسال الشيوخ وتترك الله سبحانه وتعالى، أما في الإسلام تسأل الله وحده جل جلاله كما جاء في الحديث عن ابن عباس قال فإذا سألت شنو؟ فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أما الصوفية يا ربك قوم يا أخي ناديهم لي رجال الله شنو؟ البزيل والبي. ده دين الصوفية، تعتقد إنه الشيخ ينزل المطر مرتك ما ولدت تودها للشيخ، دي صوفية. أما في الإسلام كلام ذي ما في، تسأل الله سبحانه وتعالى وحده في كل صغيرة وكبيرة، تسأل الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، ده الإسلام. أما الصوفية ما هي إلا نوبات ودلاليك وكشاكيش ومحايات وحجبات وخرافات ودجل وشعوذة. ناس بيعتقدوا إنه الشيخ هو الله، ده الصوفية. وبيعتقد إنه الكلب الله، ده إسلام. الكلب الله، الخنزير الله، قالوا ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب شنو في كنيسة. الزول قال الكلام ده البرع بيثني عليه، قال الحلاق ده قال يا له من عارف شنو من عارف كاذب بزكي. والبرع بيعتقد العقيدة لذاته، وده شيخ منه، ده شيخ الخنجر. زول بيعتقد أن الكلب الله، الخنزير الله، الحمار الله، بل بيعتقد أنه الجيفة المرمية فطيسة في الشارع بيعتقد دين ده الله، أي حاجة الله، عرفت كيف؟ ده التصوف. لكن معظم خلق الله لا يعلمون ذلك، معظم الناس غشوا الناس انه الصوفيه هي الاخلاق، والصوفيه هي محبه النبي صلى الله عليه وسلم، والصوفيه هي ذكر الله عز وجل. ما عندهم علاقه، اذكارهم كلها اذكار بدعيه. يقول لك قول هو زي ما جاء في كتاب البرعي، تقول هو تبي كتاب البرعي شكش شكموش راعي الملخ ابو نوخ العجل الساعه، فهمت حاجه؟ ده الذكر بتاع الصوفية، كله طلاسم ودجل وشعوذة. والكلام يطول في كشف دعاة الزندقة والإلحاد من الصوفية، وأنا أقدم إن شاء الله تبارك وتعالى أخونا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.